حياكم الله ببرنامج مطبخ ضحى، أهلا وسهلا فيكم في فقرة كلام من القلب. اليوم بتكلم كيف نستمتع في حياتنا، كيف نعيش أسعد أوقات حياتنا، كيف نستمتع يا جماعة بالموية، كل شيء. في أشياء مرت بعمري ما كنت حاسة ذيك الأيام فيها، ودي أني أنا استمتعت بطفولة عيالي هم صغار ألعب معاهم، ودي أني أنا قعدت أركض معاهم ألعب معاهم أشياء يعني كان لازم أعيشها بطريقة ثانية. لا نخلي الضغوط اللي حوالينا طيب تأخذ مننا فرحتنا، لا نخلي الأشياء نستمتع يا جماعة بأبسط الأشياء. إن شاء الله وأنا قاعدة مع خواتي نحط هنا قدر ونقعد نطبخ، إن شاء الله أنا قاعدة مع خواتي نلعب حبشة وإحنا كبار أمهات عيال، ليش لا؟ ليش إحنا ما ندور على السعادة؟ ليش إحنا نبحث عن التعاسة؟ ليش ما نكون بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا؟ ليش احنا ندور الزعل؟ ليه؟ يعني اشوف ناس، كنت قاعده بمكتب واحده استنى موعد، فجو ناس من برا طيب، فقاعد يتكلمون وفلان مسوي كذا وفلان انت طلع شعره انت، يعني ليش احنا نحط نفسنا اول شيء؟ ليش اخذ ذنب؟ وش استفيد؟ وش علي منها؟ طلعت شعرها ما طلعت شعرها، ايش سوت؟ أيا أتكلم بيني وبينها مناصح، ليش ندور الزعل؟ يا جماعة ليش أدخل وأغث نفسي؟ ليش أغث الناس؟ ليه ما نستمتع بأبسط اللحظات؟ ليه ما نعيش؟ ليش ناكل بأنفسنا بأشياء ما تستاهل؟ إذا نظرتوا لها بعد كم سنة تقولوا أنا كنت أزعل هذه الأشياء. ليه؟ ليه ما ندور السعادة؟ ندور الوناسة؟ نستمتع في كل شيء. أدري في أشياء كانت عندنا وخسرناها بس مو نهاية الحياة. الله دائما يريد فينا الخير، دائما نقول لعله خيره، لعله خيره، لعله خيره، يمكن جدار انهد تلاقي وراه كنز، يمكن ما ندري وش خسرت وظيفه يجيك وظيفه ازين، ما احد يعرف وش مستنيه بكره، ولا احد يقدر يجزم ان انا بعيش بتعاسه دائمه، يمكن ناس تنقلب الايه، ما حد يدري، اهم شيء اني انا اتعلم كيف اتعايش مع الظروف واعيش سعيده. وأبحث عن هذه السعادة، عرفتوا كيف؟ والله كلام من القلب لكم. رجعنا لكم حبايبي بعد سوالف الخاطرة، بنسوي ألذ مكرونة بالفطر والدجاج، مكرونة بالكريمة والفطر والدجاج. طيب عندي هنا علبة فطر طازج، إذا ما عندكم حطوا معلب، ما عندكم بلاها. عندي كوبين كريمة أنا خلطتهم مع حليب خففتها، عندكم حليب استخدموه، عندكم كريمة الحالة استخدموها، أنا أحب أخفف شوي الكريمة. عندي صدرين دجاج، عندي نص كيس مكرونة بيني، عندي نص بصلة ما شاء الله عليه دقيقة، عندي ثومة، عندي طحين وزبدة عشان أثقلها، عندي جبن موزاريلا، وعندي الزعتر الثايم. عندكم أوريجانو استخدموه، ما عندكم أوريجانو ولا عندكم زعتر ثايم وش لازم؟ ملح وفلفل أسود يكفي. عندي مويه قاعده تغلي اول شيء كذا، هذه الاكله نروح ناكلها بالمطاعم في كل مكان طيب، وهي يعني ما تكلفنا شيء ولا في البيت ما حتاخذ منك ولا ثانيه. انا صراحه شوفوا يا جماعه خليني اقول لكم شغله، انا اذا رحت المطعم لازم اطلب اكله يعني تستاهلني اطلع مطعم ولا ما اطلب، مو عشان انا اعرف اطبخ، حتى لو يعني حلو يطلبون لي دجاج مدري ايش، اطلبوا شيء يستاهل اني انا اطلع البيت ومحسوبة علي الطلعة، وهو الكباب يعني اكثر شيء، لاني انا صراحة الكباب هو اللي يمي يمي، كباب وحمص وتبولة بس. لا والله انا صراحة احتار في الاكل ما ادري، بس احس ان في اكلات انه يعني اطلع المطعم ينحسب علي طالع المطعم عشانها صعبه. اه هنا بنحط زيت الزيتون، طيب بنحط الثوم اول شيء ثم البصله. دقيقه انا مش عارفه ليه ما يحطوها جنبي، حطينا الثوم حلو بس تطلع الريحه الحلوه. اوكي هنحط البصل، هذا البصل عندي هنا جاهز، والدياي بس الدجاج قبل، حنلبس القلافز للدجاج ونحط لوح الدجاج ونستخدم سكينة لحقة الدجاج، ما نستخدم سكينة بعدها ليش يا ضحى؟
لأن الدجاج في بكتيريا تنتقل. كيف نعقم الدجاج يا ضحى؟ موش بالغسيل، ننقعه بمويه وملح وسكر، نسوي له براين، عرفتوا؟ اكتبوا براين، يعطيه جوسي ويعطيه طعم ويمي يمي ويعطيه هيلثي وكل شيء. هذا ها لا دي لا دي مش عاوزينها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء شكل ما شغلت النار. طيب اول شيء حنجيب صدر الدجاجه، انا دائما اعصر عليها نص ليمونه، نضغطها ونسحب، انتبهوا على ايدكم في هذه المرحله بس عشان تصير ارق، عرفتوا؟ شوفوا كذا، بس انه عشان تصير ارق وتستوي اسرع بس، اوكي؟ تبون يا حبايبي تحطون الدجاج بوسط المكرونه تقدرون، تبون يا حبايبي تقطعونه شرايح وتقلونه تقدرون، اللي تحبون. في ناس تقدر تفتح الصدر وتحط عليه ملح وفلفل اسود رشه بابريكا وتشونها بالمقلايه، في ناس تحب تقول لك لا انا احب الدجاج مع المكرونه، نسويه شرايح زي كذا خفيفه، نقليه مع البصل ونحطه، اللي يريحكم تقدرون تسوونه. اللي شوفوا انتوا اللي يناسبكم كذا، ضربه خفيفه خلاص، هذه رقيقه اصلا ما يحتاج، رقيقه المشاعر حساسه كلها احاسيس، في كذا ناس من العائله حساسين، يوم انا ما احب الحساسين المنفسين هذول، الناس المنفسه يا اخي، الناس اذا ما تحملت بعض وما صبرت على بعض وما شالت بعض، انا من الناس عادي لما ازعل خلاص يعني اقول، وفيني عاده قشره. طيب اذا زعلت من شخص زعل كبير يعني خلاص يعني ما عاد في رجعه، اوري ان الموضوع مو هامي وعندي قدره للتجاهل غريبه عجيبه، يمه مني يمه، نحرك المكرونه بس، يمه مني اذا بسم الله اذا تجاهلت احد وحطيت كذا ببالي هذا الشخص، يمه كذا كاني ما اشوفه، يمه 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 شيء غير طبيعي اصير، ما اشوف ما اسمع ولا شيء ولا شيء ولا شيء، ولا كنا موجود في الدنيا اصلا، ملكة ترى هذه، تجاهل ملكة، لازم تسوون هذا التمرين، ما تورونا انكم مقهورين، لا 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 لا، ولكنه يتكلم ولكنه موجود في الدنيا كذا، تجاهل واسلم عادي كذا، ولكن الموضوع عاني لي كرامتي عاد، انا كل شيء له كرامتي، وبقول لكم طولوا بالكم على هالدنيا ولا تزعلون في ناس، خلنا احكي لكم هالسالفه، المداري انها حساس وكثير ناس تحسس منها. طيب في واحده قالت لي اتكلم في الموضوع، طيب امها تزوج عليها ابوها او طيب، فهي مره زعلت الام، مره 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 زعلت، مره 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 بشكل مو طبيعي، اوكي؟ ف تقول احاول اسلي امي، احاول اسلي امي بس ما في فايده، عاد انا مع الدجاج يعني مسكت السالفه. طيب بس بقول لكم شيء يا جماعه، الزعل يقصر من عمرنا حنا، طيب في ناس ردات فعلها تكون مره قويه لدرجه انها ممكن تاذي نفسها، لما احد يسوي شيء تاذين نفسك ايش تستفيدين؟ ايش استفيد انا لما اذي نفسي او اسوي يعني احد شخص زعلني اقوم انا اروح اسوي شيء مو كويس بنفسي، ايش هو بيحس فيني مو بحاس فيني؟ يعني انا شفت مره واحده حاله في المستشفى، زوجها تزوج عليها رمت نفسها دار من الدور ما ادري كم في المستشفى، مسكينه راقده للحين خلاص، يعني انا الحين لما يجي واحد يغلط علي يعني اي كلمه اروح انا اتخانق معاه واروح اكبر السالفه واروح، طب وبعدين؟ بالعكس الحقران يقطع المصران، نحقر الشخص نهائي كان ما يتكلم عادي كانه مو موجود في الدنيا،
كذا تجاهل تجاهل كذا ما في، لأن هذه حياتك وانت قاعد تنكد على نفسك وانت قاعد تذي نفسك. هذا فلفل أسود، وكل ما أدينا نفسنا زيادة أدري إنها تعور القلب، وأدري في كثير أشياء تعور القلب، بس عاد الشكوى لله. لازم إحنا هنحط البصل الحين، لازم إحنا نصير أقوى من الأشياء اللي حوالينا. في كثير أشياء تعور القلب يا جماعة، كل شيء. وانت طالع الصبح لا لك ولا عليك يجي واحد يلف يسوي لك، كل الأشياء تعور القلب، بس كيف إحنا طيب نتأقلم مع الأشياء اللي حوالينا؟ كيف الحين نقطع الفطر شرايح؟ كيف إحنا ندور لنا سعادة؟ أزعل أكيد بزعل، بس ما خليه يأثر علي، ما أذي نفسي، ما أكل بنفسي. الحياة لازم تمشي، رضيت ولا ما رضيت؟ ترى الحياة ماشية فينا وبدوننا، يعني ماشية وإحنا رضينا وإن ما رضينا هي ماشية. فلازم الواحد يتعلم كيف، طبعاً هذه مهارات، لازم واحد يقعد مع نفسه ويفكر أنا وش أستفيد لو سويت كذا، أنا وش أستفيد لو سويت كذا، ويقعد ويقرر. لما الواحد يقعد يترى يعني يكرس حياته عشان الانتقام، ما في شيء يستاهل هالشيء كله. أنا رأيي الشخصي ما أدري، ما في شيء يستاهل إنك تقطع عمرك وتاكل عمرك وتقعد تاكل في نفسك. الحياة أجمل وأسرع مما تخيل. يعني أنا كنت قبل كم سنة أتذكر، قبل كم يوم مو كم سنة، كان يقولوا لي كم عمرك، كنت أقول 14، وأنا توني بزر 12 مدري. يعني الواحد كان يكبر نفسه، بعدين وصل الواحد مرحلة الحين يقول له كم عمرك، يصغر نفسه. تركض الأيام ما تحس، ما تقولي سعيد ما تقولي تعيس، كله بمر. الحياة قاعد تمشي يعني قاعد تمشي بسرعة بسرعة بسرعة. فإحنا بنشوف الحين المكرونة كان مفروض من يوم ما حطيتها حركتها، بس أشوى لحقت عليها. طيب حبايب قلبي رجعت لكم. طيب الحين بحط الدجاج، حطيت أول شيء ثوم ثم الدجاج ثم البصل. طيب بس ملح وفلفل أسود وزعتر تايم. بحط الحين الفطر، لا تزعلون، بس أنا ترى دائما أتكلم من مصلحة الشخص، لأن يعني الواحد لازم كذا يكون لطيف ويخفف. في ناس تكب الزيت على النار. طب حطينا ملعقتين زبدة، نحط عليهم ملعقتين طحين. طيب شوفوا زي ما تحبون دسامتها. خلينا نكون لطيفين ونحكي عن الأكل الحلو واللذيذ. هذه المكرونة من أكثر الأطباق المطلوبة. طيب كيف أخليها يا شيف ضحى بينك؟ حطوا معجون طماطم. طيب كل واحد حسب ما يحب كذا، ممتاز. الفطر ما حياخذ وقت، ما نبغى الدجاج. شوفوا الدجاج كأنه ريحته تاخذ العقل وتحمر، وهذا الطحين والزبدة اللي يحبها ثقيلة، اللي ما يحبها بس خلاص يحط هنا كريمة طبخ وخلاص، زي ما انتوا حابين. يمي يمي. وممكن تحطون سبانخ، طيب ممكن تحطون اي شيء حابينه. انا بس برش رشة فلفل اسود هنا خفيف عشان الطعم. اوكي ونحط لنا كده زعترتين يغلون الحين مع الصوص يعطون طعم حلو. ريحته هذا شيء عشق عشق. طحين والزبدة، هذه المكرونة قربت تخلص. هنحط الحين بس استوى الطحين، حسب ما تحبون سماكتها ترى على فكرة، زي ما انتوا حابين. والحين نقلب هالأشياء الجميلة واللذيذة. طيب يمي يمي. ونحرك نحرك نحرك لحد ما تغلي، وبعدين خلاص نقدمها، نحط الجبنة. شوفوا كيف كل شيء جاهز عندي،
حتى مقلايه واحده تقدرون. هنشوف المكرونه استوت ولا لا. تقريبا صارت جاهزه. يمي يمي. حسب ما تحبون انتم استواءها. هنخليها بس 3 دقائق زياده او 2 دقائق بس، لان احنا لسه نبغاها تطبخ. انا احبها تاخذ من الصوص طعم، عرفتوا؟ يعني بخليها تكمل استوى هنا كده. خلاص كله تمام التمام، الريحة رائعة وكل شيء رائع. هنجيب بس عندي هنا المكرونة، لان موية مكرونة مرة مهمة. اوكي، موية المكرونة جدا مهمة. حنشيل باقي، لاني وقفت استواء الدجاج عندي، باقي بس هنا خلاص. ونحط الصوص، ويا سلام ألذ أكلة. يا عيني يا عيني. كده بسم الله. لا كده ما اتفقناش. طيب كده وعندي الصوص صار حار ساخن حلو هنا. بس اول ما تحطون المكرونه حركوها على طول، لا تقعدون تسولفون زي تخلون الاكله. يا سلام، صراحتها كده ممكن ناكلها. احنا الحين يا سلام خلاص كده ممتاز. وعندي هذا الصوص صار جاهز، هنخليه الحين. طيب الصوص صار جاهز وكل شيء صار جاهز، هنخليهم بس يطبخون. انا ابغى المكرونه خليتها شويه، ابغاها لسه تغلي مع الصوص اللي عندي هنا. خلاص كذا على التقديم كله. يا سلام. طيب حبايب قلبي الحين ايش حنسوي؟ هنحط جبنه ونخليها شويه تطبخ على النار. اوكي، الحين احنا المكرونه خليناها يبغاها تكه، لما تاخذ طعم الكريمه حتطلع شيء خيال، وحتثقل وحتصير معانا من اروع ما يكون. طب شيف ضحى ايش نقدر اجبان تقدرون تحطون؟ شوفوا في جبنه اسمها قريم مره لذيذه. طيب تقدرون تحطون بارميزان، موزاريلا بهذا الوقت، الجبنه اللي انتم حابين تحطون تضيفونها تقدرون. احنا كذا بنقصر النار شوي بس. طيب بنحط جزء من الجبنه عشان تتمقط تمقط المكرونه، ونخلي جزء للوجه. يا سلام، اسهل من كذا عشاء والاهل مجتمعين، ممكن تحطون لكم قاعدين في الخيمه. طيب ممكن، يا سلام، ها يلا من فضلك احلى مكرونه. شوفوا ليش حطيت الزبده والطحين، شوفوا الصوص كيف صار ثقيل ويجنن ما شاء الله. هذه احلى مكرونه. طيب الحين بقول لكم شيء، هذه الأكلة اللذيذة طيب تقدرون تحطونها مع اللحمة أو مع الدجاج اللي تحبون. الحين بنجيب صحن التقديم. أوكي بس كذا وكذا، بس خليها دقيقتين تطبخ بس زيادة. حبايب قلبي طيب كذا المكرونة، شوف الصوص حقها كيف ثقيل ودسم ولذيذ. كذا حان وقت الغرف. اوكي يمي يمي، نغرف الحين. شوفوا شلون لزازة. يا سلام، رشة فلفل اسود بس، احلى مكرونة في الدنيا. نقدر نحط معاها سبانخ لو حبينا، نقدر نحط فطر فلفل ملون اللي تبونه.
تقدرون تستخدمون مكرونة فتتشيني بدل البيني، تقدرون تستخدمون أي نوع مكرونة أنتوا حابين. أنا هنا بس حزيدها رشة جبنة طيب للحبايب، ورشة بارميزان زعتر التايم بس كذا فريش، يعطيها كذا ريحة حلوة. وحنقول كذا خطوات على السريع، قليت الصدور الدجاج مع ثوم أوكي، وبعدين حطيت عليها بصل، حطيت عليها فطر طازج، سلقت المكرونة، وبعدين حطيت زبدة وطحين، حطيت عليها كريمة طبخ وشوي حليب أوكي، وملح وفلفل أسود، هذه بهاراتي. وأشوفكم إن شاء الله بحلقات جاية مع طبخات ألذ وألذ، وأهلا وسهلا فيكم.